كنا امبارح الصبح كنا قاعدين بالبيت كل بأمان الله نحن والحارة كلها كاملة ما حسينا الا صار يعمل المرصد خايش يكون انتباه طيارة اما كلياتنا نحن نطلع نروح لوين على الملاجئ وفجأة الطيارة ضربت وطلع عايز كلور ما عاد نصحى شو نسوي الوقع بأرضه اللي لحقنا اللي يعني مات ونحن يعني نحن العالم أهل في بعض الأشخاص أسعفونا جابونا على المشاكل يعني هيك السفر من خانش يا اخوي تعرضنا لضربي طلعت لبرا انا بدي اشوف فيه ما حسيت حالي اقتنعت جيت على المستشفى انا واولاد الستي الحمد لله ما فينا شيء اقتنعوا كلهم بس في كثير من جيراننا توفوا مدري ايش ضرب غازات سامي اشو ما بعرف بس نشكي لله ومنريد يدوق على الكاس ان شاء الله في الاحياء اولاده انا مواطن من خان شيخون تعرضنا لانفجار في خان شيخون من طياره حربيه ربنا عم يسعف العالم وندق بيناتهم ما حسيت حالي انا بالمستشفى هلا جاني خبر من واحد من اولادي كمان شو شاء الله انا ناجح من لطامي على خان شيخون جي طيران العدو اقصف مدينه خان شيخون وضرب غازات سامي اكثر من 500 حالي اسعافين صارت من مدينه خان شيخون ما بعرف من الشهداء العالم فيها تبع شهر مسدودي والصحيات والسيارات المدنيه ما عادت لحقت اسعار ونحن هلا عم نحكي من المشفيات انا محمد شعيب من خان شيخون كنت نايم بالبيت ما حسيت الا ضربه الطياره دوري راح طلعت على الشارع وشفت الدخنة انا وصلت دوري الدخنة تعبت فيه ما وقعت دغري يعني شلت واحد حطيته بالسيارة ونحن ماشيين على الطريق من الشارع دخلت هيك ولا هلا اثنين بنشوف عم تروح عم ترجع توريد حالك؟ اي 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 هاي التشرجات العضلات هاي تاثيرات الغاز هلا احنا عم نعطيك ها؟ ايه ايه تشنجات عضليه هي تحسن عضليه انا وصلت في عمليه طلعت من قائمه المصابين خان شيخون تاثرت بحاله التهاوي ومن امبارح اليوم لحد الان امورنا تعبانه شوي